نقاشات معمقة دارت بين ممثلي وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية لاتخاذ خطوات عملية لتفادي الآثار السلبية للتغير المناخي. فالعراق من بين أكثر 5 دول في العالم تأثرا بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتلوث. مؤتمر تحقيق العدالة البيئية والاجتماعية نظمه معهد نيسان للوعي الديمقراطي بمشاركة عدد من المختصين لبحث المشكلة في العراق عموما وفي البصرة على وجه التحديد. العراق يعتبر واحد من أكثر 5 دول هشاشة بالتغيرات المناخية. وزارة البيئة أخذت على عاتقها أنه كيفية التكيف مع هذه التغيرات. قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات النفط، وزارة البلديات، ووزارة الزراعة، ووزارة الموارد المائية. هذه الوزارات وضعت خطط لمواجهة هذه التغيرات بإيجاد الوحدات معالجة لمخلفات الصرف الصحي أو إيجاد وحدات يعني منظومات حرق عالية في الشركات النفطية لغرض تقليل التلوث الحرق. أرقام موزعة طرحت في المؤتمر عن التلوث البيئي الذي يفتك بالسكان، إذ أشارت دراسات حديثة زيادة في الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي إلى جانب تصحر الأراضي الزراعية. والأسباب يعزوها مختصون إلى الاستثمارات النفطية التي تغيب عنها معايير السلامة البيئية والصحية. التلوث الأخطر اللي هو التلوث الغازي الناتج عن المشاعل النفطية للاستخراجات النفطية، والتي كما تعلمون أن البصرة تنتج أكثر من 3 إلى 3.5 مليون برميل يوميا، ويصاحب هذا الإنتاج إطلاقات غازية هائلة. هنالك أكثر من 20,000 حالة فشل كلوي، هنالك أكثر من 2,000 حالة سرطان. آخر ما تم التوصل إليه أن هنالك 90% من أراضي البصرة هي عبارة عن أراضي متصحرة. ومع هذا المستوى من التلوث فإن وضع السكان في البصرة في خطر. مطامر النفايات وحرق القمامة تحد بيئي آخر تواجه البصرة فاقم أزمة التلوث فيها بسبب انبعاثات الغازات السامة. التحدي الحقيقي المطامر اللي تحيط بالبصرة من كل الجهات، اكو مطمر شويبدة، اكو مطمر اليمامة، مطمر السيبة، فبكل الجهات اكو مطامر صحية عملاقة، واكو حرق يومي ومستمر يحيط بالبصرة، فهو سبب تلوث الهواء وتلوث التربة. المؤتمرون في الختام حذروا من الانعكاسات الخطيرة للتغيرات المناخية، إذ لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتجنب مزيد من الآثار السلبية التي قد تجعل بعض مدن العراق غير صالحة للعيش. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.